كم سيراكيوز هو أخي هناك هو في المشفى يعني وضعك وهنا المرضك إن شاء الله يا ربي سهل الأمر. كنت أنا أروح للأمير كان للعلمود يعني كان للمعالجة فكان أكثر من مرة هددونا مرة بقاعدة بلد مرة بالجرين زون نفسها مرة جارتنا يعني قالت لي إنه بعد لا ترحين للأميركان ترى يقتلوكي فيعني كانت خوف دائما إحنا قمنا نتخوف حتى ما قمت أروح للجرين زون ولا العلاج يعني خوفا من الناس بس بعدين يعني ظلت مستمرة الحياة عندنا صعبة بالعراق وظلت التهديدات مستمرة فهددونا أكثر من مرة يعني منطقتنا إحنا نفسها لقاح كانت تجرع الثانية مال تبع الأيوان مع اللقاح السعال الديكي واللي كان سبب خروجنا انه كانت عائلة اقارب زوجي جاينا من منطقة ساخنة من ديالة فهم حضروا عندنا للبيت واحنا استقبلناهم يعني ما يدخلوا المنطقة الا لازم يكون عندنا يعني عندهم شلون وكيل عندنا بالمنطقة يعني يلا يقدر يدخلهم من المنطقة اللي ما حيجوا عندها فمن اجوا عندنا الميليشيات ورا يوما حطونا تهديد او يوم يوما ما اتذكر بالضبط فحطونا عبوه ناسفه وقالوا عبوه صوتيه قالوا اذا ما بتخرجوا بنقتلكم انتم معاهم فاحنا اضطرينا انه نخرج ونترك البلاد بشهر الواحد بسنه 1916 يعني اكثر من مره فان شاء الله يا رب قريبا ويقلعون اسنانه يقلعون اظافره الشعب يعملوها معروفه والله يعني طبيعه مرضي هو مرض مناعي يعني يحصل بالجسم تتقوى المناعة على الجسم فيبدي اللي يدمر الجسم كله كل أجهزة الجسم يعتبرها فيروس فأني كنت أداوم يعني بالوظيفة هم كانوا الأميركان إنه من أجوي أي إنسان تارك الوظيفة خليه يرجع يداوم فأني كنت مريضة ما أقدر أداوم فخبروا والدي إنه خل ترجع للعلاج إحنا نعالجها بس يعني ليش هي تارك العمل خل ترجع فبدأت يعني قصتي وياهم على الأميركان وبديت أروح لهم يعني وكانت عناية كلش قوية يعني وياي هم عملوا لي جراحة ويعطوني أجهزة طبية وكانوا يعني يعتنون بي بشكل مو طبيعي يعني بالعكس يعني أكو ناس تخاف توصل يمهم إحنا بالعكس يعني يعني هم كانوا كلش إنسانيين وعملوني معاملة كأنما أني مواطنة أمريكية وكأنما عراقية يعني أتعس شيء هي ومدمرتني حتى ما حسيني بحلاوة السفر يعني إحنا صار لنا هاي السنة الخامسة يعني وصلنا يعني آخرنا يعني ملكتني أتمنى يكون الفرج قريب يا رب يعني وأني حالة طبية يعني باليو أن ما في حد دا يشوف حالتي حطوني حالة خاصة ويعملوني مقابلات أول ما أجينا بس بعدين كله وقف كله توقف ما أعرف السبب شنو يعني المفروض يعني أنه إحنا ملفنا يكون يعني ما تأخر يعني خلال أشهر أخرج من الأردن بس ما في يعني وحتى عندنا المفوضية ما بدأ يجددوها يعني منتهي الاكسباير مالتها من الشهر الرابع نتصل على المفوضيه ما حد يجاوبنا ولا حد يجدد لنا المفوضيه زين اني شنو يثبت هنا وجودي بصوره رسميه غير هي المفوضيه طبعا كان بيها كلها كانت مال ميليشيات يعني سموها مغلقه هيك حالنا حال اي علاج يعني هو يتمنى انه يتوطن بلد ثالث حتى نرتاح من هاي كل الازمات اللي مرنا بيها وننساها ونعتبرها ما كانت موجوده لانه يعني هناك مثل ما حتكون لنا حقوق بذاك البلد يعني ايضا ان علينا واجبات احنا نحب مثل ما كنا بالعراق نعمل ونطور بالبلد فاكيد من حندخل دوله ثالثه هم راح يعني هم نفس المستقبل يكون عند مستقبل اولادي دراستهم اللي تركناها بالعراق ابني كان يعني بالجامعه يدرس والثاني بالتوجيهي وقفت دراستهم لان ما عندنا هنا امكانيه انه يكملون الدراسه ملكت ان شاء الله هناك يعني نكمل دراستهم